لأجل غد أفضل لوطننا ولأبنائنا. أجدد لكم النداء للمشاركة بقوة في التصويت بنعم على هذا المشروع، لأن من يرفض هذا المشروع، وأنا قلتها لكم منذ حين، يريد الرجوع إلى الوراء، يريد الرجوع إلى عهد العصابة، نقولها صراحة، يريد الرجوع إلى عهد العصابة. وهناك تحالف قوي اليوم بين العصابة اللي في السجون وأعداء الأمة وأعداء الدولة الجزائرية في الخارج. المال الفاسد لا زال يحوم في مجتمعنا.